مشاهدي اكسترا نيوز، لازلنا معكم في هذه اللقاءات من العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا. بالطبع اليوم تسلمت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي لعام 2019. معي الان دكتور احمد المقاص، وهو مدير مكتب الاتحاد الافريقي للبحوث الزراعيه في بوركينا فاسو، دوله بوركينا فاسو. برحب بحضرتك في البدايه في اكسترا نيوز. اهلا بك يا فندم، اهلا بك، شرفتونا. اهلا بحضرتك دكتور احمد. دعني في البدايه اسال حضرتك عن رئاسه مصر طبعا هذا العام عام 2019 للاتحاد الافريقي، الدوره الثانيه والثلاثين او الثانيه والثلاثين. حضرتك شايف ازاي الخطه اللي وضعتها مصر للعمل على محور التنميه، محور ايضا السلم والامن في الاتحاد الافريقي هذا العام؟ اولا نقول ان رئاسه مصر هذا العام هو تدويج للاعمال المصريه وللخارجيه المصريه على رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاعوام السابقه. ما جاتش من فراغ، وده تتويج لهم وتقدير من الدول الإفريقية لدور مصر التاريخي منذ نشأة الاتحاد الإفريقي إلى هذه اللحظة في المشاركة في تنمية القارة الإفريقية. في الحقيقة أن العام اللي جاي ماسك تايتل أو عنوان كبير يهم القارة الإفريقية والريفيجيز والنازحين والمستبعدين. التايتل ده جامد نتيجة أن المستبعدين أو النازحين نتيجة الجفاف أو نتيجة الحروب أو نتيجة غيرها ما حدش بص لهم قبل كده، لازم نبص لهم ونراعيهم ولازم نحط لهم ميثاق بحيث يرجعوا في امان، يرجعوا لبيوتهم ووطنهم في امان ويشاركوا في تنميه القاره الافريقيه. الحقيقه مصر عندها اجنده قويه مش بس عن النازحين، مصر عندها اجنده قويه للمراه الافريقيه، عندها اجنده قويه للشباب الافريقي، عندها اجنده قويه للتنميه الزراعيه في افريقيا، التنميه الاقتصاديه بصفه عامه، عن الامن والسلم، الخلافات القاريه، خلافات الحدود، عدم التدخل الخارجي في الشؤون الافريقيه، كل الامور دي بتصب. واعتقد ان كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلمه شامله وتذهب الى الجول في تنميه القاره الافريقيه في جميع المجالات. نعم، تحديدا في مجال البحوث الزراعيه، حضرتك يعني خبير في هذا المجال تحديدا، حضرتك ازاي بتشوف انه يمكن لدوله مصر او يمكن لمصر هذا العام ان تؤثر بشكل ايجابي على الاتحاد الافريقي والدول الافريقيه في هذا المجال تحديدا؟ يعني القاره الافريقيه غنيه جدا طبعا. خلينا نتكلم عن الزراعه بشكل عام، لان البحث الزراعي هو جزء من الزراعه، والمكتب بتاعنا هو مسؤول عن البحوث الزراعيه في افريقيا عموما. عندنا في ملابو ديكليريشن او قرار ملابو سنة 2014، وهو للتنمية الزراعية الشاملة. احنا كدولة افريقية او كقارة افريقية على رأسها الاتحاد الافريقي بنبدأ نطبق ملابو. مصر اعتقد بخبرتها الزراعية ممكن تساهم في تنمية الدول الاخرى، في تبادل الخبرات، في اعطائهم الخبرات المصرية في المجالات المختلفة مثل مجال الري، مجال البذور المحسنة، و تساهم بباحثيها، ومصر عندها خبرة بحثية عالية في مساعدة الدول الأخرى، بخاصة الدول التي ينوبها الجفاف أو يصيبها الجفاف، في كيفية تنمية البحوث الزراعية في هذه الدول والبذور المحسنة التي تساهم في تنمية هذه الدول. يمكن القارة الأفريقية في الفترة الأخيرة كانت تعمل على التحول إلى دول صناعية أو أن تكون قارة صناعية بتنمية أيضا المحور الزراعي أو أيضا البحوث الزراعية، حضرتك إزاي بتشوف إمكانية حدوث هذا؟ الحقيقة هي التنمية شاملة، مش المجال الزراعي بس. المجال الزراعي على فكرة احنا عندنا حاجة اسمها سلسلة القيم الغذائية او الاجري بيزنس. الزراعة مش بس انبات البذرة واستخراج النبات، لا، ده سلسلة من العمليات التي لا يجب ان تتم بعد الزراعة. يعني هديك مثال، مثلا في مصر او في الدول بعض الدول الافريقية، القطن مثلا. القطن مش بس ان انا اخد البذرة واطلع الالياف بتاع القطن، ولكن عملية التصنيع ان انا اوصل لنسيج وملابس بدل ما استوردها من بره اصنعها عندي، دي بتستعمل عماله الشباب، بتستغل الشباب في العماله، بتديني مقدره سلعيه اكتر ان انا ابيع بثمن اكتر، بتديني مرجوع اكتر او ريفينيو اكتر على الدوله من ناحيه حتى بيسموها الهارد كرنسي او الدولارات. فده مفيد جدا، ومصر لها دور جامد ولها خبره في هذا المجال، والمفروض تفيد بعض الدول الافريقيه في هذا المجال. اديك مثل ثاني، انا اسف لذلك، عن مثلا السمسم. السمسم ممكن انا استعمله بس واطلع البذره، لا، ان انا ممكن استخرج الزيت او استعمله في عمل الحلويات او غيره ثاني. كل دي بتخليني بدل ما انا اصدر بذره خام ياخدها الغرب ويصنعها ويبيعها لي ثاني مصنعه بثمن اكتر، لا، انا يتم التصنيع عندي، اشغل الشباب، اخد فلوس اكتر، ابيعها لهم كمنتج نهائي. دكتور احمد، لو ممكن استعرض مع حضرتك للمشاهدين ونتحدث عن انه ربما عائدات تنميه المحور الزراعي او البحوث الزراعيه ازاي ممكن تعود على القاره الافريقيه. خليني اقول لك حاجه بصفه عامه.
كلما زادت الإنتاجية الزراعية، ودي استاتستكس احنا مش بنتكلم كلام عام، كلما زادت الإنتاجية الزراعية بيقل الفقر، كلما زادت الإنتاجية الزراعية بيزيد الرقعة اللي بيعمل فيها الشباب وبتقل الهجرة للخارج، كلما زادت التنمية الزراعية بقدر يبقى عندي قوة اقتصادية ان انا ابيع سلعة اجيب دولارات، كلما زادت التنمية الزراعية بيتوفر عندي دولارات لاني ما بشتريش منتج. هل في ارقام حتى الان؟ يعني ما فيش رقم واضح في دماغي دلوقتي، بس هي الارقام عموما او في ملابو ديكليريشن ان هم عملوا مراجعة للدول الافريقية وانها في سنة 2025 ازاي تبلغوا التارجت ده، لقوا انه حوالي 20 قارة 20 دولة افريقية في التراك ان هم يبلغوا ملابو ديكليريشن في 2025، والسنة الجاية تبقى في مراجعة تانية، واعتقد ده هشجع بقية الدول انها تعمل اكتر في التنمية الزراعية عشان يبلغوا 2025 بنهاية الفقر في افريقيا. خليني قبل ما اختم مع حضرتك اسال حضرتك، يعني الاتحاد الافريقي بيعمل بشكل كبير على اجنده عام 2063 بجانب طبعا اهداف التنميه المستدامه لعام 2030، حضرتك شايف هذه المسيره حتى الان ازاي بتمضي؟ هل حضرتك شايف انه بتمضي بوتيره سريعه او بوتيره جيده، ام حضرتك شايف انه لازالت الوتيره بطيئه؟ لا، الوتيره معتدله جدا، وكثير من الدول الافريقيه دلوقتي بتتبنى اجنده 2063، وان هم ازاي وقموا بين 2030 و 2063، الامم المتحده 2030 والاتحاد الافريقي 2063، وان هم يخلوا فيها حاجه اسمها الناشونال انفستمنت بلان اللي هي الخطه المحليه ازاي تبقى موائمه لخطه افريقيا 2063، بحيث على 2063 يبقى حققوا ان احنا عندنا قاره موحده غنيه تقوم على ابنائها من حيث الرياده. دكتور احمد شكرا جزيلا لحضرتك، كان معنا شكرا لحضرتك يا فندم. كان معنا دكتور احمد المقص، وهو باحث او هو مدير مكتب البحوث الزراعيه في الاتحاد الافريقي في دوله بوركينا فاسو. شكرا جزيلا مشاهدينا على طول المتابعه.